الصراحه اهداف كلها حلوه، اهداف يعني احلى كمان بتشوفها في الدوري الممتاز. وبنشكر طبعا زميلنا فاروق صلاح اللي قدر يجمع لنا كل الاهداف دي، اهداف ناشئين النادي الاهلي وبراعم النادي الاهلي من الملاعب المختلفه. وان شاء الله دايما يعني هنكون حريصين ان احنا دايما نجيب اكبر معلومات واكبر يعني كم من الاهداف من خلال المباريات اللي بتلعب في كل الملاعب. هروح دلوقتي لفقره لاعب المستقبل او فريق المستقبل. من حلقتين فاتوا بدانا نعمل فقره فريق المستقبل، كنا اول حلقه خدنا اللاعب محمد فخري، والحلقه اللي فاتت خدنا شادي رضوان، وكمان يعني بنقول اللعيبه دي ممكن ان شاء الله تكون قريبه من الفريق الاول. وبالمناسبه كمان اللعيبه دي كان ده من الامارات معانا، ده بيقولوا لي دلوقتي فريق الاعداد يعني الكابتن بدر رجب طبعا، وكابتن محمد صديق، واستاذ عبد الفتاح الاهلاوي العظيم، وبيتفرجوا دلوقتي على برنامج الاشبال، برنامج الاشبال. تحيه طبعا وبنشكرهم، ودي شهاده احنا بنعتز بيها كمان. كابتن بدر رجب يعني زي ما بيقولوا ابو الاشبال ما شاء الله، استاذ عبد الفتاح كمان يعني اهلاوي كبير جدا. كابتن بدر رجب يعني بنشكرهم طبعا، وبشكر فريق الاعداد يعني فاجئوني صراحه باللقطه دي على الهواء. وتحيه خاصه طبعا للكابتن بدر رجب اللي اكتشف مواهب كتير يعني كانت موجوده في النادي الاهلي الفريق الاول، وكمان موجوده في منتخب مصر، وكمان موجوده في الدوري الممتاز في كل انديه مصر. هنروح دلوقتي لفقره لاعب المستقبل. زي ما اقول لحضراتكم دايما لاعب المستقبل او بنعمل فريق المستقبل، لو النهارده بنقدمهم لمستر فايلر. النهارده محمد فخري خدناه في حلقه، وشادي رضوان خدناه في حلقه، وكان حسب معلوماتي كانوا قريبين ان يكونوا متواجدين في معسكر الامارات مع الفريق الاول. لكن ان شاء الله بعد ما يرجعوا من الامارات ليهم فرصه كبيره ان شاء الله خلال الفتره الجايه هيكونوا متواجدين في تدريبات الفريق الاول. النهارده نجمنا او لاعبنا اللي ان شاء الله بنتوقعه لكل مستقبل مع النادي الاهلي هو فارس طارق، مواليد 2000. زي ما احنا شايفين فارس طارق مواليد 2000، انضم للنادي الاهلي سنه 2010، بيلعب باك يمين وبيلعب مساك وخط وسط مدافع، شارك مع النادي الاهلي في منتخب، شارك مع منتخب القاهره باليابان، وشارك ايضا مع منتخب مواليد 2000، وشارك مع منتخب 99. فارس طارق خامه مبشره ان شاء الله بنتوقع له، ان شاء الله لو خد فرصه مع الفريق الاول هيكون موجود. نروح نشوف التقرير ده عن فارس طارق ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. في مدرسة الأهلي زهور بتفتح أمل جديد لمستقبل مشرق وطريق جديد لمبادئ وبطولات. في مدرسة نادينا نعلمهم الأخلاق، المبادئ، الانضباط، ثم روح الفانيلا الحمراء والانتصارات والبطولات. في مدرسة الأهلي زهور في ريعان الشباب، مواهب كتير، بنقدم كل أسبوع لاعب على طريق المستقبل. فارس طارق أحد أبناء النادي، ولد في 14 يناير عام 2000، انضم لقطاع الناشئين بالأهلي في شهر يوليو 2010 قادما من المنصورة، وذلك من خلال الكابتن أحمد عبد الباقي. شارك فارس طارق مع منتخب القاهرة باليابان ومع منتخب مواليد 2000، لفت الأنظار بموهبته العالية حيث كان لاعبا أساسيا مع فريق مواليد 2000 بالنادي، وساهم في الحصول على بطولة الجمهورية لمدة 4 سنوات متتالية مع الكابتن أحمد سراج. بسبب إجادته وتركيزه تم تصعيده الموسم الماضي ليلعب مع فريق 97 بقيادة كابتن عادل عبد الرحمن ثم عمرو أنور، وحصل معهم على بطولة الجمهورية. فارس طارق موهبة تنتظر الانطلاق مع الفريق الأول، ولاعب يقدمه برنامج الأشبال لسويسري ريني تايلر ليحقق حلمه بالظهور في استاد مختار التتش.